الله اللي يحدث هو النفط ما اخذ منت الارض كلها، شو يحطون حبايه بيها تفسد الحبايه، ما ظل بيها فائده الارض. هذيش القاع مو شوفها عبنها ما مرها النفط، شوف شلون صايره صلوات. وهذا اليوم صارت كم سنه يفتحون هاي قشبه الشفر العام، وهسه عادت نفس الشيء. ومحتمل اذا يجي فيض اكثر يصير بعد احش. وناشدنا بها رئاسة الوزراء والسيد وزير الزراعة والسيد وزير النفط لتعويض الفلاحين المتضررين من هذه الكارثة البيئية، أسوة ببقية الفلاحين الذين تم تعويضهم في المناطق الجنوبية، إلا أنه لم نجد شيء. سبب عصابات داعش الإجرامية أثناء سيطرتها على هذه الحقول حق العجيل وعلاس، حيث قامت بتفجير خطوط الأنابيب والآبار، مما تسبب بنزول هذه المخلفات إلى التكهفات الطبيعية. وأثناء سقوط الأمطار تقوم بنزول هذه المخلفات إلى الأراضي الزراعية غرب الواقعة، غرب هذه الجبال وبالتحديد في منطقة المعابدي.